اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل ببساطه سهوله مرونه، وحاطين في الاعتبار يوم الاحد من كل اسبوع بيبقى الاكل بتاعنا هيلسي، يعني دايت، يعني كمان نقدر ان احنا نهرب من الدهون اللي موجوده والزبده والسمنه والحاجات اللي بتودينا في الاخر لوزن زياده ودسامه. طب هتعمل لنا يا شيف بعد الكلام ده؟ معايا صدور فراخ عايز اعملها النهارده، طاجن الفراخ بالشوفان. بنخبط على دكتور التغذيه العلاجيه ودكتور الصحه يقول لك مثلا اعمل رجيم، ركزي مع الشوفان، ركزي مع البروكلي، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها، وخلاص الشوفان اصبح هو رقم واحد في الموضوع التغذيه. النهارده هعمله مع الشوفان صدور فراخ بطريقتي الخاصه، هتعجب حضراتكم ان شاء الله، وهنكون حريصين ان يكون الطعم يتقبله كل افراد الاسره. معايا بطاطس النهارده مش هنعملها لا مقليه ولا مشويه، هعملها سوفليه، يعني تقريبا من المطبخ الفرنسي مشهور طبعا بالسوفليه، وقواعد السوفليه بياض البيض بيكون هش مارينج طبعا، بياخد يا اما سبانخ يا اما بطاطس حسب الرغبه. معايا سلطه مكوناتها بتاخدنا لتورتايه معروفه في محلات الحلويات اسمها الفور سيزون. التشكيله بتاعت الكرنب والبنجر والجزر والكرنب الابيض والاحمر تفتح النفس ولكن ان احنا ناكلها من غير تتبيله اعتقد مش هنقدر نقاوم، فخلونا نتبل السلطه دي ونقدمها ازاي لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله. ممكن نقدم معاها بياض بيض مسلوق وتبقى السلطه هنا هيلسي ولطيفه وجميله. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل في الحلقه كتير، والاكل النهارده صحي والصحه تاج، على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. او تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقه يمشي معانا ازاي. معانا ثلاث اطباق مهمين جدا، فيهم شغل فيهم خبره طهويه ولكن لازم يتعاملوا بتكنيك عالي وبطريقه سهله وبسيطه ايا كانت الاكله. دايما انا دوري اسهل عليكي ازاي تعملي اكله بفكر جديد وبطعم تاني. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل صدور الفراخ طاجن بالشوفان. المقادير على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. صدور فراخ حسب عدد افراد الاسره 3-4، انت كريمه واحنا بنستاهل. معانا شوفان اللي هي حبوب الشوفان كامله، ومعانا كزبره خضراء، ومعانا بصل وثوم، ومن البهارات بتاعتنا بابريكا وملح وفلفل وكركم. الكركم مفيد جدا، وكل ما تيجي سيرته لازم اقول الفايده والقيمه الغذائيه بتاعته. والمقادير على الشاشه تقدر تصورها بالتليفون او تكتبيها ورايا. صدور فراخ شوفان كامل حبوب، في منه الباودر طبعا وفي منه الحبوب الكامله، ومعانا كزبره خضراء، ومعانا بصل وثوم، وما تنسيش البهارات بتاعتك ملح وفلفل وكركم وكاري. الكاري والكركم الاثنين او الكركم عموما يعني القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا، وانا دايما بسميه صديق الكبد. كل اللي عنده مشاكل مع الكبد الكركم مفيد جدا، بينشط الكبد وبيعيد هيكلته من جديد. تعالوا نبدا نشتغل في الاكله بتاعتي. باخد صدور الفراخ الحلوه دي كده الشكل ده كده، يا نعم نقدر نعملها بفراخ سليمه نعملها، بس الشوفان يعني احنا عايزين نعمل طاجن يبقى سهل كمان الاستخدام وسهل الاكل، فيفضل طبعا صدور الفراخ. ولكن اذا في فراخ سليمه مش هتقول لا، بس في الحاله دي طبعا لازم نشيل الجلد بتاعها اللي موجود اللي فيه دسامه او فيه دهون. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل طاجن الفراخ بفكر جديد. حلو قوي، شفنا المقادير، سكينتك حاميه، ناخد الفراخ بالشكل ده كده، الموزه الحلوه دي نخليها على جنب كده، ونمسك الصدر نقطعه بالشكل ده كده، مش تقطيع شاورما. حلو قوي كده، صدور الفراخ جاهزه طازه زي الفل، الصدر بيلمع. اعلمك حاجه، لما تيجي تشتري صدور الفراخ لازم تكون باللون الحلو اللي شايفاه حضرتك ده على الشاشة، دي رقم واحد. رقم اتنين في لمعة، ما يكونش فيه السائل اللي احنا بنشوفه ده، المادة اللزجة معناته ان هو مركون كتير او التلاجة فصلت عليه واشتغلت تاني، وده مش كويس على فكرة. حلو قوي. ازاي هنتعامل مع الشوفان في الطاجن ده هنشوف دلوقتي. عارفين ممكن نعمل طاجن فراخ بالفريك طاجن فراخ بالبرغل انما بالشوفان دي حاجه جديده. حلو قوي، اصبحت كده الفراخ جاهزه، باخدها زي ما هي كده
معايا الشوفان، دي الحبوب كامله اهي، بحطها كده، حلو قوي. بحط توم، وتوم كتير مش هيقول لا. بحط بصل ناعم، كل دول على بعض. البهارات بتاعتنا يا شيف اهي، سهله خالص القصه. انا دوري ابسط لك الامور، انك تعملي بنفس المكونات اللي موجوده عندك في الثلاجه، تعملي اكل سهل وبسيط وبافكار جديده. واستخدامنا للبهارات دي على فكره ملهاش علاقه بالاكل يكون فيه صحي او غيره خالص. ليه يا شيف؟ لان احنا نعرف انواع بهارات زي الكركم والكاري والبابريكا، دي برضو بتساعد على التخسيس، حلو. والجنزبيل بالذات كمان لو يخش في الاكل ده يبقى لطيف كمان كده. التوابل كلها مع بعضيها، شويه الملح، وامسك الفراخ دي يا عم الشيف كده بالشكل ده كده، شوفان، توابلنا، كركم، بابريكا، ملح، فلفل، ثوم، بصل، معلقتين زيت زيتون. كشك ده طبعا اكله من الصعيد الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيره هنا. اكلات بقى الكشك، ملوخيه الناشفه الجميله اللي هي الشلولو، معلقتين زيت زيتون. باخد الفراخ بالشكل ده كده، الله، هي دي الحلاوه بقى. تحميرت الشوفان مع الفراخ، حلو. طبعا تقدري عايزه تضيفي خضار، اهلا وسهلا. عايزه تحطي سبانخ، اهلا وسهلا. البيتزا علشان مدام صباح ممكن مش بتتابعنا على السوشيال ميديا، 3 كوبايات من الدقيق، دي العجينه بتاعت البيتزا العاديه يعني. معانا الماده الدهنيه بتاعتنا، ربع كوب من زيت الزيتون او معلقتين كفايه زي ما انت حابه. يفضل استخدام الزبادي في عجينه البيتزا او اللبن الرايب. ليه يا مغازي؟ بيخلي لك البيتزا طريه. حبيتي تسخنيها تاني يوم تالت يوم تسخنيها وقت ما تحبي، مفيش اي مشكله. وجود اللبن الرايب او الزبادي مع المعجنات بيؤهلنا وبيساعدنا في ان احنا نسخنها مره واتنين وما تنشفش مننا وما تجلدش مننا. الخميره بتاعتنا، معلقه سكر، بنعجن العجينه يا مدام صباح. بعد ما بنعجنها بنسيبها تتخمر مرحله اولى نص ساعه، بعد النص ساعه دي بنفرطها في الصواني بتاعتي حسب حجم الصينيه، وبنسيبها تتخمر تاني 10 دقايق. بنجيب التوبنج بتاعنا، اذا كان جمبري، فراخ، سجق، لحمه، زي ما انت عايزه، مع صلصه الطماطم اللطيفه. والشيف المغازي مدرسته بتقول ايه؟ استخدام نوع من انواع المكسرات للصلصه بتاعه البيتزا بيعلي من القيمه الغذائيه بتاعتها. وفرصه لاولادنا بيحبوا البيتزا، نحط لهم لوز، واللوز يا مزاجه اللوز بيعلي اوميجا 3، قيمته الغذائيه عاليه جدا. ففرصه نحط مع صلصه البيتزا شويه حبتين لوز، 5 6 حبات، شويه كاجو، شويه عين الجمل، زي ما انت عايزه. ده لطيف على فكره وبيدي قيمه غذائيه عاليه جدا. واحنا عارفين المكسرات بروتين طبعا، امن، ما فيهوش اي مشاكل خالص. عندنا صدور الفراخ بتتحمر بالشكل ده كده، بخليها تاخد الصدمه الناريه. معايا الكزبره الخضراء، بنزل بقى بعدين، ومعانا كمان بصل اخضر، خلونا نقطعه. انا بحب دايما البصل الاخضر مع الطواجن، والبصل الاخضر البشائر بتاعته ظهرت الحمد لله. عينيا فين؟ اهي، تعالى، ايه اللي جابك هنا؟ حلو قوي. بصل الاخضر البشائر بتاعته، الشتاء بقى بيجي بالخير بتاعه، الخس البلدي بتاعنا اللي انا بحبه ده. والبصل الاخضر دايما استخدامك له في المطبخ يكون بكثره. خس بلدي في انواع السلطه كتير، سلطه خس بالزبادي في العشاء لطيف وجميل للناس اللي بتعمل دايت، يبقى زي الفل. الخس البلدي في التبوله يبقى لطيف وجميل، مش هيقول لا برضو. اذا بتقطعي فراخ على بلانشه بتغيريها، عشان لو تقطعي حاجه تانيه ده الطبيعي اهو. ناخد البصل الاخضر بتاعنا ده كده بسكينه تانيه وبلانشه تانيه خالص، حلو. انا شخصيا بحب البصل الاخضر في كل الوجبات، ويا سلام مع طبق فول. وعشان كده احنا المصريين مشهورين، عربيه الفول على اي ناصيه شارع من الشوارع الجميله،
الصبح مع البصل الاخضر مع طماطم، هو ده. فرمه دي مش هنزل بيه دلوقتي خالص. عروق البصل الاخضر مفيده جدا، في الصين بيتنشأوا عليها، بس مش البصل بتاعنا ده طبعا. البصل بتاعنا ده الارض الطيبه مش هتلاقيه في اي مكان تاني غير عندنا. في بصل كده اخضر ملوش اي لازمه، ملوش طعم ولا ريحه ولا اي حاجه، هو شكل. البصل الاخضر بتاعنا ده طبعا طعمه مش هتلاقيه في اي مكان. شايفه الفراخ اتشوحت ازاي؟ شفت اللون ده كده؟ فرسان التلفزيون المصري. فراخ مع الشوفان. الله. هو ده هو ده. وانزل بالبصل الاخضر ده كده، خدش مني وقت. اللهم صل على النبي. حلو قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ حالا. خليكي معايا، معانا شقشاء ميه. يا ويلي العب. هو ده هو ده. يلا مع السلامه. ونغطيها هسه يعني دقائق معدوده بالشكل ده كده، ونسيبها غلوه على النار يا عم الشيف مع غطاء محكم عشان عمليه التسويه تتم بسرعه، عشان استفيد بالجوس اللي موجود في الفراخ كده. الفراخ اتبلت صح، خدت البصل الاخضر بتاعها زي الفل. غلوه على النار لمده 5 دقائق، بنغرف الطاجن ده بيبقى شكله لطيف. محتاجين نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي مدرسه السوفليه من المطبخ الفرنسي حتى لو كانت بطاطس ونعملها بطريقه صحيه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة. دايماً طواجن بتحب الكزبرة الخضراء، تعملي طاجن فراخ بالكاري، كزبرة خضراء بتبقى لطيفة وجميلة. تعملي طاجن لحمة بالكاري، كزبرة الخضراء بتبقى لطيفة. البرياني كزبرة الخضراء بتبقى لطيفة معاه، معاه كزبرة خضراء. تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع بالشكل ده كده. دايما بتفرمي كزبره خضراء، بتفرمي بقدونس، بتفرمي شبت، هتستخدميه في الاكل ده يتغسل قبل ما نقطعه، عشان ما ينفعش اغسل الخضار بعد ما اقطعه. علل ولماذا؟ علشان طبعا بنفقد السوائل اللي موجوده فيه والقيمه الغذائيه اللي موجوده فيه. هناخد الخضار بعد الفرمه دي كده، اللي هي الكزبره الخضراء بالاسم. الكزبره الخضراء دايما لما بنفرمها بالسكينه بنشم ريحه ايدينا، بالله ريحه الكزبره الخضراء انا بحب ريحتها قوي على فكره. ويا سلام مع طبق طماطم مقبلات، كزبره خضراء وفص ثوم حلو وزيت زيتون وشويه نعناع. ما اقولكش تبقى لطيفه قوي. شايفين البصل الاخضر هنا؟ حلو قوي. خلاص في انسجام. ننزل بالكزبره الخضراء بتاعتنا قبل التقديم مباشره عشان لونها وجمالها يبان. طبق التقديم جاهز معانا. اقلبها تقليبه صغيره. طبعا احنا ظابطين الملح والتوابل بتاعتنا. انا عايز كده واحنا مع بعض دلوقتي عشان نعرف الشيف المغازي بيقول كلامه وخلاص ولا ايه الحكايه. ايه الماده الدهنيه اللي استخدمتها في الطبق ده؟ هم معلقتين زيت زيتون. هل الفراخ هنا دسمه؟ ابدا، ده امن شيء من اللحوم البيضاء. شلت الجلد بتاعها وشلت الدهون، ومعانا صدر الفرخه كان بريء وكل حاجه وزي الفل. الشوفان بتاعنا مش محتاجين نتكلم عنه، كل الصحف العالمية تقول لك الشوفان هيلثي فود، الناس اللي بتعمل دايت تاكل بسكويت شوفان، غني بالالياف الفعالة والغير فعالة، عامل زي عداد الكهرباء اللي بيقدموه في المصانع والشركات، بيبقى عداد يعد الفلوس وعداد يعد الكالوهات. حلو الكلام. هناخد الفراخ زي ما هي كده يا عم الشيف. ننزل بقى فين مخرجنا الجميل؟ العب. هو ده. طبق خلص في دقائق معدودة زي الفل، ريحة الكزبرة الخضراء فيه عاملة زلزال. ادي الطبق بتاعي خلص. نخش على اللي بعده. عايز اعمل شوية سوفليه جامدين جدا، اللي هي البطاطس السوفليه. هعملها دلوقتي لاولادك واطفالك ياكلوا منها. اللهم صل على النبي. حلوه الصوره، تتحدث عن نفسها. حلو زي الفل. مقادير البطاطس السوفليه على الشاشه. بطاطس مسلوقه مسبقا بالقشره وقشرتها. اهي والله العظيم انا اسف. اهي موجوده على البرانش. اهي اللوكيشن بتاعها اهو. حلو. وبياض بيت جنبها. حلو قوي. تاني
مقادير البطاطس السفليه على الشاشه. بطاطس مسلوقه مسبقا بالقشره، سبتها لما تبرد وقشرتها، ومعانا بياض بيض، ومعانا كمان يا عم الشيف روزماري، وجبنه مبشوره وحليب. لا مفيش زبد، الزبده دي لما نحب ناكل بطاطس كده بوريه نحط لها زبده حليب. اه بس في تركايه للمغازي في السفليه بتاع البطاطس بالذات، او بتعملي السفليه سبانخ. المدرسه بتقول ايه قواعد عمل السفليه؟ الوايت صوص اللي هو بشاميل خفيف اللي هو دقيق وحليب وزبده، بتسيبه لما يبرد، وبعدين بنضيف له بياض البيض. دي الاساسيات بتاعته. عايزاه بالسبانخ هتحط سبانخ مفرومه، عايزاه بالبطاطس هتحط بطاطس ناعمه، عايزاه بالبنجر هتحط بنجر. كل انواع الخضار ممكن تعملها سفليه طالما معاكي بياض بيت هش وزي الفل. ولكن انا عامل البطاطس النهارده بطريقه جديده هتعجب حضراتكم. طاسه على النار شديده الحراره، بحط فيها معلقتين من زيت الزيتون. عايز طعم، انا بدور على الطعم. اهي مش مكمله معلقتين، حلوه قوي. معايا من البصلايه الناعمه صغيره كده، فص ثوم مفروم ناعم محترم، اقلبهم كويس اخد الطعم على نارنا الشديده دي كده اهو. انا ما بحبش الحاجه النيه اللي بتبقى في الطواجن او السفليه. يعني اذا انا هعمل سفليه احط له بصله وتبقى نيه هتكرف معايا كده واحس ان باكل. انا ما بحبش البطاطس نيه حتى لو بعمل طبق حواوشي، دايما الحواوشي تشم ريحه البصل الني في قلب رغيف الحواوشي، بزعل قوي على فكره. ايه المشكله ان انا اسوي البصلايه قبل ما احطها في رغيف الحواوشي؟ معايا ورقتين ريحان حلوين، حلو قوي. سليم؟ اه سليم، اصبر على رزقك يا حاج. فين الروزماري؟ اه الروزماري يا ماري. اه نزله هنا كده، الله هو ده. زرعيه في البلكونه، فخاره حلوه كده فيها ورقتين نعناع حلوين يطلعوا معاكي، عود روزماري وعود زعتر. الحاجات الحلوه دي بتساعدك وبتشجعك تعملي اكل له طعم وفليفر جامد، وتميزي نفسك عن الاخرين. ادي الروزماري مع الريحان في قلب الطاسه، حلو قوي. اقلبهم بالشكل ده كده اهو، اشم ريحه الروزماري مع الريحان مع البصله مع التومه زي الفل اهو. هاخدهم واخليهم على جنب خلاص، دور النار هنا انتهى. اسيبهم لما يبردوا واطفي النار دي كلها علشان ما تجيش فاتوره الكهرباء عاليه ونرجع نعيط. التبذير مننا والاهمال مننا، فتحنا ميه نقفلها وبعد ما نخلص، فتحنا غاز او كهرباء بوتاجاز نقفل النار بعد ما نخلص اهو. والله ما اتحرك الا لما اقفل النار دي كلها خالص اهو، عشان كده بيحبونه في الاستوديو، موفر اقتصادي اهو. طفيت النار خالص زي الفل تمام. سيبنا كده الروزماري، ناخد البطاطس بتاعتنا ونطلع الايه الخلاط واحده واحده كده، والخلاط مكان ما يقول مخرجنا مع بعض. حلوه اه، بسم الله الرحمن الرحيم. كبه يعني لازم تكون كبه كبيره عشان هنضرب البطاطس دي كلها مع بعضيها. مش كل يوم بطاطس مقليه عيني اهو. لسه بقول كده كده تمام زي الفل. شغلش ليه يا عم؟ هو ده العب ايه ده شويه بس خلاص. هناخد البطاطس بتاعتي دي، بطاطس اشتريتها من عند الراجل بتاع الخضار، روحت على البيت غسلتها من الطينه وسلقتها بالقشره. ليه سلقتها بالقشره يا مغازي؟ ما قطعتهاش مكعبات زي تيتا وجدته. ليه؟ علشان النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده فيها ما اخسرهاش. نسلق البطاطس بالقشره بتاعتها، بنحافظ على الكربوهيدرات الموجوده فيها والنشويات. فايده النشويات اللي في البطاطس مش اي نشويات، بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. في حاجات كل ما تيجي سيرتها لازم اقول فايدتها. حلوه دي، كل ما تيجي سيرتها اقول فايدتها. الشيف بيطلع بحاجات يا اخوانا جميله جدا. حلو، البطاطس اهي زي الفل. اه بايديا كده، مش لازم بس سكينه ونحطها على البلانشه والجو ده خالص زي الفل. خلي دي يمكن الكبه تزعل، وناخد الخضره دي كلها مع بعضيها. شفت بقى انا عملت ايه بقى؟ هو ده الكلام. تخيل بقى انت حاطه بصله نيه دلوقتي وفص توم ني، عملت سوفليه وتعبت عليه وخد الجبنه ودخل الفرن، انت شم ريحه غريبه
هي ريحه البصل النيه مصننه جواها. ويا سلام لو مقطعاها من بدري وحطها في الثلاجه ومستخسره انك ترميها. هي هنا المشكله بقى. دايما بيقولوا لي وانا يعني بعمل الشوبنج بتاعي او خارج مع اولادي، خارج لوحدي، قاعد في مكان اشوف مغازل، بحس انك انت مننا طول ما انت شغال في البيت، انك بتكلمنا واحد واحد. عشان انا منكم، وانا طالع منين يعني؟ وطالع من الارض الطيبه، فلاح ابن فلاح من الاسره المتوسطه البسيطه السهله، بقدر اوصل المعلومه بكل بساطه وكل سهوله، ده دوري. حلو الكلام؟ كل دول ينضربوا مع بعض، من غير زيت ولا اي حاجه خالص ولا كريمه. هو ده. بس الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ شفت الطعم جه منين؟ التركايه هنا بقى يا استاذ رحاب، عشان السوشيال ميديا حبايبي اللي انا بحبهم، لعمل البطاطس السوفليه يفضل ويرجح لضمان الطعم والحصول على طعم مميز تحمير البصله والتومه مع فليفر من الروزماري والريحان. ناخد بياض البيض يا عم الشيف، بنشيل الصفار من البياض بطريقه سحريه. هو ده. ونقلبه تقليبه كده، دي مهمه جدا على فكره. وبعدين نضربه في الكب. مجهزين كسروله يسمح ان هي تخش الفرن، ازاز معانا الجبنه اللي احنا حبيناها. حلو زي الفل. اقلب بقى كده في قلب الكب. خلي بالك بس خلاص، كتر خيرك. الخلاط هنا دوره انتهى، بنعتذر عن الازعاج. شايفين بياض البيض عمل فيه ايه؟ زي الفل. عندنا الكبه بتاعتنا. اوبا، اشيل ده من هنا كده عشان نوسع لنفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. واخد اللي انا ضربته في الكبه كده يتوزع هنا كده. هو ده هيخش الفرن طبعا. ده اهو اهو. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. قوام نازل يتدلع عراي الراجل الطيب اللي قالك عايز اكل الكشك الابيض متدلع. يقولك البطاطس بتعمل رجيم، ما تاكلش بطاطس. احنا يا اخوانا اللي بنعمل مشكله من لا مشكله. نيجي نعمل الرز بتاعنا المصري الحلو، فيه كربوهيدرات وفيه نشويات وفيه عناصر غذائيه وفيه مع كل الفوائد اللي بتدور عليها في الرز. انما تدخليه الفرن رز معمر ياخد السمنه البلدي والقشطه وياخد بقى الكريمه، ونقول لك ايه؟ لا ما تاكلش رز. ما طبعا لازم ما اكلش رز، كفايه اللي انا حاطه. انما الرز المسلوق العادي، وعلى دليل على كده الصينيين واليابانيين فطارهم رز مصري، غداهم رز مصري، عشاهم رز مصري، وتلاقوهم عادي. نفس الموضوع مع البطاطس، كل يوم بطاطس مقليه؟ لا خالص، بطاطس زي الفل معايا اهي. ما تخليهاش سميكه قوي، حلو قوي. عايزاها بالجبنه حط جبنه، عايزاها من غير جبنه الاختيار ليكي. انا عليا انصحك والقرار قرارك. زي ما هي كده هدخلها الفرن في درجه حراره 180، كانك بتعملي كيكه. حلو، حط شويه جبنه
عشان الاولاد ياكلوا منها، بنعمل دايت، بنعمل رجيم، شايفين اوزاننا زياده، شايفه انك انت وزنك زياده، جوزك، الاطفال ذنبهم ايه، نعمل اكل متوسط الكبير والصغير ياكل منه. وما اتحبكتش بقى حماتك جايه تزورك ولا حد من الضيوف اللي انت بتحبيهم وتقولي انا عامله رجيم النهارده ولا السفره كلها، طب انا ذنبي ايه؟ انا حبكت النهارده تعملي رجيم يعني؟ ناخد الزعتر البري الحلو ده كده، شفت الشيف بيعمل ايه؟ ده مهم جدا على فكره، مع الجبنه الموزاريلا بيوديها حته تانية، بيوديها ايطاليا. زعتر فريش وطازه. اخدها زي ما هي كده يا عم الشيف، زي ما هي. فين مكانها؟ على الشبكه. اللهم صل على النبي. يلا نظره في ابتسامه، نظره في ابتسامه، هو ده. يلا هو حلو. يلا احنا في حاجات صغيره بنعملها مع بعض، تريكات. دوري ان انا بحببك في المطبخ باي شكل من الاشكال، اهزر ماشي، اضحك ماشي، اقول افيهات ماشي، ولكن هدفي ان هو تحب المطبخ وتخش تعملي اللي نفسك فيه بافكار بسيطه وسهله وباقل تكلفه. تروحوا بعيد تاوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع صورة جميلة، ولما بقول الصورة الحلوة بتعني عن ألف كلمة، والصحافة بتقول كده أو مدرسة الصحافة، ده بالفعل صورة حلوة من بنجر، كرنب أحمر، كرنب أبيض، جزر، معانا بياض بيض هنفصله دلوقتي مسلوق جاهز، معانا توم، عصير ليمون، زيت زيتون. وأنا دايما بسيب الطبق السلطة للآخر لو هعمل سلطة يعني في الحلقة، عشان أنا بقول دايماً طبق السلطة لوحة فنية تقدر تبيني حب ولادك وأسرتك ليهم، والمقادير على الشاشة تقدر تصوريها بالتليفون على أنا ما أشوف إيه اللي في الفرن. إيه الحلاوة دي؟ تمام أهو. حبيبي حلوة السلطة، وإنت بتغرفيها وإنت بتقطعيها وانت بتحضريها بمثابة لوحة فنية. ايه الحلاوة دي؟ سوفليه بيتكلم مصري. ايوه، لان البطاطس من الارض الطيبة. حلوة قوي. طب نقفل الايه؟ الفرن. تعال ناخد بعضينا كده ونشوف السلطة الشيف المغازي هيغرفها ازاي ويقدمها ازاي. والله كل ده لقيت كرنباية في التلاجة عندنا وشوية بنجر، نعمل ايه؟ قلت لهم انا عايز اعمل سلطة كده وايه؟ اطلع شوية الايه؟ الافكار. حلو؟ والاربع انواع من الخضار اللي معايا هيبقى الاربع اطعمه مختلفه، يعني واحده تاخد خل، واحده ما تاخدش خل، تاخد زيت زيتون، واحده تاخد ليمون، واحده ما تاخدش ليمون، واحده تاخد نعناع، وهكذا. حلو الكلام. ومعايا البولات حتى مختلفين، يعني ايه يا شيف؟ يعني لما اجي اعمل سلطه بالالوان دي لازم يكون البوله مش مشابهه للتانيه علشان ما تاخدش منها. ابدا بالكرنب الاحمر. الكرنب الاحمر ده واحنا بنقطعه شكله جميل، ولما بيتبل بيبقى اجمل واجمل. زي ما هو كده بحط عليهم عصير ليمون كرنب، بحط عليه فص ثوم. ركزوا هنا بقى عشان احنا ايه، خلصنا شغلنا وانا شغال لغايه لما وقت يخلص، واقدر الم في ثانيه. بس انا بحب دايما طبق السلطه اسيبه للاخر كده عشان كل ما بنكلم زمان يمسكك قلم والوان وورقه بيضة، ورقه رسم، يقول لك ارسم، احلم. كنت احلم ان انا اركب عربيه، احلم ان اركب طياره، اقول لي يا سلام ده هتركب في يوم تركب طياره، ركبت طيارات الدنيا كلها. حلو الكلام. نحط يا شيف شويه بقدونس، احلام، سنه شبت صغيره لان الكروب بيعمل انتفاخ، مش عايزين انتفاخات. زيت الزيتون، دايما في الكروب بتحطي يا اما كمون يا اما شبت. لو هتعملي سلطه حطي شبت، لو هتعملي طبخه حطي كمون عشان الانتفاخ ومشاكل الانتفاخ. شويه الملح، وامسك السلطه دي بايديا كده. هتلاقي لونها اتغير. حلو قوي. لازم الخلطه دي لازم اعملها بدايه كده، خلي بالك. تقول لك بمعلقه وشوكه؟ لا خالص، السلطات دي من انواع السلطات اللي انت تعمليها بالشكل ده كده.
زي ما انا شغال كده واخدها كده في الطبق ده. حلو قوي، تسلم ايدك يا ابو غازي. احنا معانا ست مربعات، نعمل مربع من الكرنب. حلو، ونخليها على جنب هنا يمكن نحتاج منها، ونغير الجلافز ده. بص لي على البطاطس كده يا شفيق، ربنا يوعدك بزياره النبي، لو احمر تقول لي اطلعها. لا والله انا عارف يا تقدر تخش بالكرين في اي مكان يا باشا. معانا فرسان التلفزيون المصري، يلا هو ده لسه شويه هسه، اديني كمان ايه 3 دقايق. حلو قوي. طيب تعالوا مع بعض نكمل موضوع السلطه. عملنا الكرنب الاحمر، نخش على الابيض. بوله ثانيه وناخد الكرنب الابيض. سلطه على السفره، ولادك لو مش عايزين يقعدوا معاك على الطبليه هيجوا، هشوف لوحه فنيه مامتهم رسماها دي، يا ماما عملتها ازاي. ويا سلام لو عندك بنوته بقى بتحب الرسم. نحط هنا بقى يا شيف، احنا حطينا ايه في الاولانيه؟ زيت زيتون وعصير ليمون. حلو قوي. ابدا احط هنا شويه ايه بقى، شويه كمون. معايا نعناع اخضر، شفت بقى الطعم هنا مختلف، يعني نوعين كرومب الطعم غير التاني. افرم النعناع بالسكينه كده. حطيت طبعا انا في الكرنب الاحمر شويه بقدونس، هنا نعناع، ما انا مش عايز لما اعمل طبق سلطه يبقى الطعم واحد، يبقى كله مختلف. ده نعناع اخضر. فص الثوم هنا مهم جدا على فكره مع الكرنب عموما. عصره ليمون، زيت زيتون. الكرنب لو فيه سنه سبايسي بيبقى طعمه حلو. نقوم نعمل ايه؟ معانا قرن فلفل حار، مش هحط بابريكا، تاخده كده كفايه كفايه. حلو، على السلطه بتاعتي انت ونصيبك بقى، تيجي حته تحت سنانك يبقى ده وعد ومكتوب علينا. وقلبها بيدي كده. بتلاقي هبط في ايدك على طول، الكرنب بالذات. لازم التقليبه دي مهمه جدا. ويا سلام دي لو قعدت في الثلاجه، سلطه الكولسترول اللي احنا عارفينها، ممكن تاخد جزر، ممكن تاخد زبيب، ممكن تاخد مايونيز، ممكن تاخد كريمه لباني، اختياري. حطه جنب الايه؟ الاحمر. لا القرن الفلفل الحامي هنا عمل شغل، عمل اضافه. حلوه قوي. خليها على جنب، ممكن احتاج. ونغير الجلافز. واحده واحده كده، انا كاني شغال معاك في المطبخ. ايه المشكله لما انا البواقي اللي معايا ديت احطها في طبق حلو زي ده كده واديها لجارتي؟ مساء الخير يا ام حماده، مساء النور، حد شافكم من زمان ليه؟ شفت الشيف المغازي على القناه الاولى النهارده عمل سلطه شكلها حلو قوي، انا غرفت لكم معايا عادي، ما موجوده في البوله، مش عايز احطها في الثلاجه. نجيب بوله ثانيه، ناخد الجزر. يقول لك المقولة دايما كنا نسمعها واحنا اطفال في الجزر يأول نظر، كانوا يقولوا لنا عشان ايه نظرنا يبقى قوي، طلع ان هو فيتامين سي والياف، يعالج مشاكل الاسهال كل ده والامساك. هناخد الجزر ده كده زي ما هو كده، بيحب زيت الزيتون وعصير الليمون. ده مش هنحط له اي حاجه خالص نهائي، مش هغير لونه. ليه بقى يا شيف؟ برضه علمونا في مدرسه الالوان، حصة الألوان يعني، اللون البرتقاني بيفتح الشهية. يعني إحنا مش لناش نفس نقعد على الأكل وكل شوية أقول ده أنا شبعان، لا بص للون اللي في إيدي ده كده 5 دقايق. قدامك ديك رومي متكتف هتاكليه كله. هات الديك الرومي أنت بس مالكش دعوة. حد أشوف ديك رومي يقول لك أنا مش عايز آكل؟ طب بالله ده كلام؟ حلو أهو. زي الفل. دي مفيش باقي عندنا. دهب دي بورا. حلو قوي. بقى عندي يا عم الشيف، بقى عندي البنجر. ونغير الجلافز. سلطه يعني فيها وجع راس. حلو الكلام. حاضر يا فندم، حاضر يا غالي، ابن حلال. لا جاهز ان احنا نطلعه. الله عليك، حاضر حاضر. انا السلطه معايا للاخر، ممكن نقول كفاية كده عادي خالص. جاهز يعني، مش عايزينكم تزعلوا مني. دي مكانها فين؟ مكانها فين؟ هنخليها هنا. لا السوفليه جامد جدا.
نضرب فيه بقى المعلقه كده، هيبقى شكله حلو قوي. ونبدا نطلعه. يلا سوفليه البطاطس. الله. ممكن على فكره تستخدمي بدل الجبنه الرومي دي جبنه بارميجان او بارميسان. الجبنه دي غاليه شويه لانها بتيجي مستورده، ممكن تستخدمي بديل لها جبنه رومي مبشوره عادي. بقى عندي البنجر، سوري البنجر معانا اهو. اهو. تمام اهو. قول لي ولا تخبيش يا زين. تمام؟ اهو. ناخد البنجر والورده الحلوه دي كده. الورده دي لها معنى كبير بقى، انت لما تعمليها على السفره عندك حماتك، عندك ماما بتزورك، عندك ضيوف من حبايبك، لها معنى كبير. ان انا عامله الاكل ده بحب. البرجر برضو مش هحط عليه حاجه للامانه. يعني احط عصره ليمون كده حلوه عشان لونه حلو قوي. اهو. وزيت الزيتون بيديله لمعه، بيديله بريق. ده البرجر ومش محتاج، هو طعمه فيه سكريات شويه. واحنا عارفين ان هو غني بالسكريات. ولكن للامانه عايز احط عليه ورقتين نعناع. ليه بقى؟ لان طعمه يعني بيبقى قوي شويه، فالنعناع خلينا ناكل منه. حلو. نقلبهم كده. الله. ينزل البنجر هنا زي الفل. طب ما لسه لا في حاجه صغيره بس، اديني هسه معلش. هتاخد نص يوم ولا ايه؟ اهو اقول الاسم خلاص. اهو سيبوني بقى اخلص. اهو نحط ده هنا كده، مش انا قلت زي الفل. خلاص خلصت، بس اديني دقائق. وده ينزل هنا كده. شفت شكل السلطة اتغير ازاي؟ بسرعة كده. معايا بيض مسلوق. اللهم صل على النبي. هي بقى تكمل دي تركاية بقى بتاعت المغازل. ده البيض مسلوق جاهز. باخد بياض البيض ده كده. في سلطة معروفة اسمها بياض البيض، وخاصة لو بيض السمان الصغير ده. ما اقولكمش. اخد البياض ده كده. الحاجات دي مهمة جدا على فكرة، تقدري تعمليها مش مكلفة حاجة. شيل الصفار بالراحة. كده. وأتبل البياض ده بزيت زيتون. أنا على فكرة بحب البياض ما بحبش الصفار، سواء مسلوق سواء أومليت. عشان معلومة بس تعرفوها. من صغري. ده كده هيتبل، هيتحط فين ده يا عم الشيف؟ في نص الطبق. ده الجرنش بقى، ده البرزنتيشن، ده اللي يخلي اللي قاعد على السفره يقول لك ده يا ماما عملتها ازاي يا ماما. ايه يا حبيبتي، انت ناسي ان انا بتفرج على الشيف المغازي كل يوم على القناه الاولى ولا ايه؟ اذا انا شاطره عشان بتفرج عليه. ناخد الصفار مش عايزه، بحط عليه شويه زيت زيتون حلوين. خلاص والله دي واحده اهو. ثانيه لسه، بس التركايه دي الهسايه دي. انا عارف والله، في قهوه واشربه في قهوه وفي شاي. ويا شفيق احنا طالعين على الهوا، اديني دقيقه. تقول يقول لي حاضر يا شيف، حاضر يا شيف. وقتها ولا يعرفني. ناخد ده البياض ده كده. ايه رايك؟ هو ده لوحه فنيه ولا لا؟ بالله عليك يا اخي. ناخد البط اهي. هو ده حلقتنا النهارده ومطبخنا النهارده صحي. يوم الاحد من كل اسبوع اكلات صحيه، بنجتهد ونحط الاكله قدام عينينا ونبدا نعمل عليها ابحاث طهويه فنيه بخبره طهويه، نشوف ايه الدهون اللي موجود فيها، ايه مكوناتها ونهرب منها. ناخد سكه تانية. عملنا بطاطس سوفليه، مكوناتنا بسيطه وسهله. عملنا دجاج بالشوفان، لطيف وجميل يفتح النفس بالشكل واللون، البصل الاخضر بتاعنا. السلطه الجميله لوحه فنيه، بعد ما نخلص الحلقه هتصور معاها سيلفي. رؤيه فن ابداع زي كل يوم. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.